طابت أوقاتكم أينما كنتم، حلقة جديدة من مدار الغد وفيها. اقتصاديات الدول الكبرى، هل التجارة تزيد من فرصة نشوب صراع عسكري أم تقلل منها؟ حرمان روسيا من التكنولوجيا، هل يمكن أن يضعفها كما حدث مع الاتحاد السوفيتي؟ مرة أخرى مرحبا بكم في مدار الغد. لا تتحكم الدول الكبرى في نفوذها الدولي عن طريق القوى العسكرية فقط، بل ربما يكون للقوى الاقتصادية التأثير الأكبر في مواطن عدة، وقد تكون التجارة عاملا لنشوب تلك الحروب أو لردئها. بالنظر إلى واقع التجارة نجد مثلا أن الصين وروسيا تعتمدان بدرجة كبيرة على التجارة لتحقيق النمو الاقتصادي وتأمين موقعهما على المسرح العالمي كقوى كبرى، لكن فورين أفيرز ترى أن هذه العلاقات التجارية شكلت حافزا لبوتين لشن حرب أوكرانيا دون خشية العقوبات، وذلك بسبب يقينه بأن أوروبا لا تستطيع الاستغناء عن إمدادات الغاز الروسي التي لم تتوقف حتى الآن رغم اعتراض الأوروبيين على الحرب. على الجانب الآخر هناك أمريكا والصين، وبالنظر إلى طبيعة هذه العلاقة بين أقوى اقتصادين في العالم فالعلاقة معقدة، تجعل ترجيح التواصل الاقتصادي على نشوب الحروب. ففي أوائل أغسطس عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان نانسي بيلوسي حدث تصعيد كبير ببكين بسبب تهديدها بالقيام بعمل عسكري فوق الجزيرة، لكنها اكتفت بالمناورات والتدريبات فقط. مراقبون أرجعوا ذلك إلى العواقب الاقتصادية المحتملة، فإذا قامت الصين بإعلان الحرب في تايوان سيعني ذلك تورط أمريكا فيه، والذي سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي، كما ستؤدي تلك الحرب إلى فرض القوى الكبرى عقوبات اقتصادية على الصين أبرزها على واردات الصين من الطاقة، وهو ما يؤثر بالتبعية على القوى الكبرى، فالصين تسيطر على 18.2% من الناتج الإجمالي العالمي. ومن نقاط الخلاف بين واشنطن وبكين هي السيادة في بحر الصين الذي يمر عبره أكثر من 60% من التجارة البحرية العالمية وأكثر من 22% من إجمالي التجارة العالمية و 40% من المنتجات البترولية العالمية. من واشنطن ينضم إلينا دكتور تشارلز كبشان مدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي الأمريكي سابقاً، ومشينغهاي دكتور جون جونغ أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة الاقتصاد الدولية، ومن موسكو ديمتري بابيتش الخبير في الشؤون الاستراتيجية الروسية. مرحباً بكم جميعاً على شاشة الغد، أرحب بكم وأبدأ معك دكتور تشارلز. العلاقات التجارية بين الدول العظمى هل تكون رادعاً للحرب أم أنها تزيد
من فرص الصراع العسكري برأيك؟ أعتقد أن الاستقلال الاقتصادي يخدم في الاتجاهين، يمكن أن يشجع على التعاون بين الولايات المتحدة والصين والاستقلالية الاقتصادية بالكامل، ويشجع الطرفين أن يكون هناك نزاع خاصة عسكريا. من الناحية الأخرى، الاستقلالية الاقتصادية هي نقطة ضعف الولايات المتحدة والصين، يتأثران بذلك، وأيضا يتراجع الاقتصاد بسبب العقوبات، وينكمش الاقتصاد بسبب هذه المخاطر. وبالتالي أعتقد أن الصين والولايات المتحدة إلى حد ما يسعون إلى عدم وجود عولمة إلى حد كبير فيما يتعلق بالاقتصاد، وألا يكون هناك توأمة. التاريخ يشير إلى أن هناك منافسة جيوسياسية دائما بشأن الاستقلالية الاقتصادية. سيد ديمتري، إذا ما اتخذنا الحرب الروسية الأوكرانية مثالا لما نناقشه اليوم، برأيك هل التجارة والاقتصاد كان سببا دفع روسيا للقيام بهذه العمليات العسكرية في أوكرانيا دون تردد، دون خوف، لأنها تدرك بأن لا غنى للغرب عن الغاز الروسي؟ لا أعتقد أنها وجهة نظر مبسطة بشأن وسائل الإعلام العالمية والأيديولوجية المعادية للليبرالية والمهيمنة في الغرب، والتي توضح المشاكل التي رأيناها مؤخرا ليس فقط في أوكرانيا ولكن في تايوان وفي عدد من البلدان الأخرى. المشكلة لروسيا بأنها كانت حرب ضرورية. إذا ما نظرنا إليها في سياقها، منذ 2014 كان هناك معاداة لروسيا من نظام قومي في كييف. أوكرانيا عند نقطة ما هي حوالي 300 كيلو متر من موسكو، هي تسعى لتكون بالناتو، معادية لروسيا، تستخدم أسلحة غربية ولديها قواعد عسكرية بالقريبة من روسيا. لم يكن هناك أي خيار آخر، الأمن أهم بكثير من الاقتصاد. روسيا لا تريد أن تنفصل عن اقتصادات الدول الأوروبية، ولكن غزو روسيا كان ضرورة، وأعتقد أنه كان من سوء الحظ بأن روسيا وضعت في هذا الموقف. وبالتأكيد بوتين هو ليس معادي للعولمة، هو كان يعمل ويتعاون مع الاقتصادات الغربية، ولكن هو واجه عدوانية. لا أرى هناك أي مصالح اقتصادية وراء كل ذلك. روسيا يمكن أن تكون شريك جيد للغرب مع العديد من الدول تحقق أرباح كبيرة في روسيا. لم أقل بأنه ربما هناك دوافع اقتصادية كانت وراء هذه العمليات، ولكن كان سؤالي اقتناع روسيا بأنه الغرب يحتاج للطاقة والغاز الروسيين، هل كان سببا مشجعا عاملا أو دافعا مشجع لروسيا للقيام بهذه العمليات العسكرية دون خوف أو دون وضع حسابات معقدة تتعلق بهذه العمليات أو بالموقف الأوروبي؟ يمكن أن أجيب على هذا السؤال. بالفعل بوتين يريد علاقات جيدة فيما يتعلق بالطاقة مع الاتحاد الأوروبي. روسيا تتحمل تكلفة فيما يتعلق بخط نورد ستريم 2، وتكلف المليارات من الدولارات من الأموال الروسية،
وبالطبع بوتين لا يريد فك الارتباط مع الاتحاد الأوروبي، ولكن هذا يعد خسارة بالنسبة له، لأن أوروبا كان على استعداد لأن تضحي بالطاقة بدل من الجيوسياسية مع روسيا. ودعيني أوضح هذه الحقيقة، كان من الواضح بأن ألمانيا لم تكن تريد استخدام نورد ستريم 2 قبل أن تبدأ روسيا الإعداد في فبراير، وبالتالي العقوبات فرضت والعلاقات تأثرت. روسيا لم يكن لديها الكثير لتخسر. بوتين عرف بأنه سيكون هناك تبعات وسيكون هناك رد فعل من قبل الغرب والولايات المتحدة، ولكن ذلك أقل خطورة من أن تكون أوكرانيا بهذه العدوانية وهي على مقربة كبيرة من روسيا بهذا الحد. وبالتالي يمكن القول بأن الخيارين كان أسوأ من بعضهما البعض. طيب دكتور جون في شنغهاي، أرحب بك. من يرى المناورات العسكرية الصينية حول جزيرة تايوان؟ من يستمع منذ فترة للخطاب السياسي الصيني وأيضا للخطاب السياسي ضمن تايوان يقول بأن حربا طاحنة ستحصل اليوم أو غد بالكثير، ورغم ذلك الأرقام تقول بأن الاستثمارات التايوانية في الصين خلال العقود الثلاثة المنصرمة 200 مليون دولار، التبادل التجاري خلال عام 2020 فقط 166 مليار دولار. هل توقف هذه الأرقام ربما حربا وشيكة بين الصين وتايوان؟ من بين الأمور التي أتفق عليها بأن المصالح الجيوسياسية لها أهميتها في هذه الحالة، الأمر لا يتعلق بالجانب التايواني. الجانب التايواني يتمتع بفائض فيما يتعلق بالميزان التجاري 100 مليون دولار تقريبا. هذه الجزيرة تبتعد تقريبا خطوة بخطوة عن الرؤية الصينية في ظل كل الإجراءات وأشكال الإجراءات التي كان من المفترض اتخاذها لأن تصل تايوان إلى استقلالياتها عن الإدارة الصينية وعن الشعب الصيني. بعد قول ذلك أتفق بأن المصالح الاقتصادية المشتركة على الأقل قد تهدئ من العلاقات العدوانية المتوترة بين البلدين بشأن مضيق تايوان تحديدا. أعتقد بأن هناك العديد من العناصر الأخرى في تايوان ربما تكون محل اهتمام بدون الاهتمام بالآفاق الحلول العسكرية لهذا التوتر، فإن الصين لا يمكن أن تلتزم بالتخلي عن الخيار العسكري كملاذ أخير في هذه الأجواء. التهديد ضد تايوان أيضا يعتبر مرفوض، وبالتالي هذا يعكس رؤيتها للسيادة الخاصة بتايوان وسلامة أراضيها. وبالتالي هل هذا هو الخيار الوحيد أم أن هناك خيارات أخرى يمكن من خلالها الخروج من هذا التوتر؟ دكتور تشارلز، هل تتفق مع الطرح الذي يرى بأن القوة الاقتصادية هي أساس القوة العسكرية؟ حتى تمتلك قوة عسكرية كبيرة يجب أن يكون اقتصادك مميز ومنتعش في الدول، ما رأيك؟ إن القوى الاقتصادية هي الأساس للقوة الوطنية. إذا ما نظرنا إلى القوى الصاعدة بدأت ببناء اقتصاد قوي، وبعد ذلك هذه القاعدة الاقتصادية انعكست على تطلعات أخرى. الولايات المتحدة في
في القرن التاسع عشر كانت هناك بنية تحتية صناعية قوية، بعد ذلك بدأت أن تقوم ببناء القوى العسكرية داخليا وخارجيا. الصين أيضا مرت بمراحل مشابهة، التركيز على النمو الاقتصادي، والآن يترجم إلى هذا النمو إلى تطلعات جيوسياسية. هل ينطبق هذا على روسيا أيضا وهي دولة عظمى؟ هل دعمت قوتها العسكرية من قوتها الاقتصادية؟ لا شك أن الاتحاد السوفيتي ظهر كأحد القوى العظمى بسبب القاعدة الصناعية. اليوم الوضع منعكس، روسيا تتراجع، روسيا لم تعد قوية اقتصاديا كما كانت حتى عن الوقود الأحفوري في هذا العصر الرقمي، وهذا يعكس فشل بوتين على دعم الاقتصاد وبناء الاقتصاد بل القومية فقط، بل قام بتصعيد العلاقات مع دول الجوار. لذلك أعود إلى السؤال الخاص ببوتين وما أدى إلى هذه الحسابات الخاطئة. أنا أعتقد بأنه كان يظن بأن الاستقلالية الاقتصادية عن أوروبا ستكون في صالحه، وأن أوروبا ربما لا تستطيع الاستغناء عن الواردات الطاقة من روسيا، النفط والغاز. الأوروبيون اتخذوا إجراءات كبيرة لوقف الطاقة الروسية للتأثير اقتصاديا على علاقات روسيا بأوروبا. صناع السياسات يعتقدون بأن الاستقلالية الاقتصادية مهمة. في نهاية المطاف السياسات والسياسات الجغرافية والعلاقات الاقتصادية كلها متكاملة. طيب. مرة أخرى أعود إليك سيد ديمتري، أريد منك تعليق على ما ذكره دكتور تشارلز. قال بأنه الاقتصاد الروسي لم يعد اليوم قويا كما كان بسبب سياسات بوتين الخاطئة. إذا ما اتفقت معه في وجهة النظر هذه، هل هذا يعني أو ربما يفسر تباطؤ العمليات اليوم العسكرية الروسية في أوكرانيا؟ لا أتفق مع تشارلز كابتشان. أنا أعيش هنا وأقول بأن الحياة في روسيا لم تتأثر بفك الربط مع الاتحاد الأوروبي اقتصاديا. عندما ننظر إلى الأرقام، الميزان التجاري جيد، الروبل أصبح أكثر قوة مقارنة باليورو والدولار. الغرب بشكل غير مباشر ساعدونا على الحفاظ على استقرار الروبل باستغلال وسائل غير قانونية من خلال التحويلات من روسيا أصبحت مستحيلة أو صعبة، ومصادرة العملات الأجنبية بالخارج. هذا أثر على صورة دول الغرب مع البنوك الموثوقة ومدى مصداقيتها في التعامل مع النظام البنكي. أيضا الأمر بالنسبة لي الصين، أعتقد أن روسيا إذا كانت ديكتاتورية أعتقد بأنها هذا الرجل لم يكن قادرا عن التعبير عن نفسه بحرية ويقول نفس الآراء التي عبر عنها من قبل، ومئات الآخرين في العالم يتحدثون بحرية. لا يحدث ذلك في الديكتاتوريات، ومن ثم هذه أيديولوجية في الغرب تتناقض مع الحقائق. من سوء الحظ أن الأيديولوجية الليبرالية لا تعكس الحقائق. بالنسبة للسؤال الخاص بالأهم، هل الاقتصاد أم القوى العسكرية؟ الأمر يختلف لدى بعض البلدان وعلى حسب الأيديولوجية. في العصور التقليدية الطبيعية وفي الدول الديمقراطية منذ سنوات قليلة كان الاقتصاد هو الأهم بالنسبة للغرب أكثر من الجيوسياسية. ألمانيا كانت تتعاون مع
المستعمرات السوفيتية وبنت الخطوط خطوط الغاز معها. الولايات المتحدة أيضا قامت بنفس الأمر مع الاتحاد السوفيتي ومع روسيا لأسباب اقتصادية. لكن الآن الأيديولوجية الغربية راديكالية بل استبدادية. فالأيديولوجية الاستبدادية القوى العسكرية تعتبر أهم بكثير من الاقتصاد. الاقتصاد يمكن التضحية به من أجل المغامرات الخارجية السياسية. هذا بالضبط ما رأيناه فيما يتعلق بالاتحاد السوفيتي، وهذا ما يحدث من قبل الغرب حالياً في ليبيا، في العراق، في يوغوسلافيا. مقابل ماذا سيد ديمتري؟ يعني تقول بأنه الغرب اليوم يقوم بمغامرات، يضحي بالاقتصاد، من أجل ماذا؟ ما الذي يدفع الغرب لأن يضحي بالاقتصاد، باقتصاداته اليوم؟ يصعب على الناس في الشرق الأوسط أو في أوروبا الشرقية فهم ذلك، ولكن لشخص يعرف التاريخ الأوروبي يمكن أن يفهم ذلك. للغرب الحديث الأيديولوجية أصبحت دينية في الشرق الأوسط وأصبحت أهم. هناك مهام وظيفية علمية قامت على الأيديولوجية، ورأينا ذلك مؤخرا. الرئيس بايدن قسم العالم إلى ديمقراطيات وأوتوقراطيات. الديمقراطيات تقف أمام الحكم الأوتوقراطي، وأيضا الديني إذا ما تمت الإشارة إليه بهذه الطريقة. قادة الغرب الحديث يعتقدون بأن لديهم المفتاح للبشرية، حيث يشكلون السياسات الاقتصادية، فلسفتهم وثقافاتهم ومثلهم، ويعتقدون بأنها سوف تتناسب وتتماشى مع كل الدول العالم وسوف يسعدون بها. أيضا تغيير النظم، سياسة تغيير النظم حتى عام 1991 وحتى الخليج العربي. هذا ما أدى إلى ما نحن عليه الآن. الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لم يدعم تغيير النظام في أوكرانيا في 2014. إذا لم يحدث هذا الدعم من قبل الولايات المتحدة وأوروبا لأوكرانيا، كان الوضع سيكون مختلف. كان سيكون هناك أحزاب داعمة لروسيا وأحزاب معادية لروسيا، وستكون البلد ديمقراطي. لكن بمجرد تغيير النظام في أوكرانيا أصبحوا اعتقدوا بأن لديهم مفتاح البشر، وأن لديهم الحق تقديم الدعم لتمرد فكرتك مسلح في كييف. أنتقل إلى دكتور جون. دكتور جون، أريد منك تعليق على ما ذكره سيد ديمتري. تحدث باختصار بأنه اليوم الغرب يرى نفسه المخلص أو من يملك مفتاح إنقاذ البشرية، يرسم سياساته انطلاقا من أيديولوجيات ربما دينية، من أفكار مختلفة، كلها قائمة على حسابات معينة بعيدة عن فكرة الأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي، أو حتى مصلحة الشعوب. هل تتفق مع هذا الطرح؟ أتفق تماما أن هناك علاقة في هذا الأمر لدى الولايات المتحدة والليبرالية وفي واشنطن. إذا ما نظرنا إلى تاريخ الولايات المتحدة خلال العقود الأخيرة، معظم هذه العصور قامت على هذه الأيديولوجية وتحفزت بسبب هذه الأيديولوجية والرغبة في الحفاظ على السيادة عالميا.
ورغبة الولايات المتحدة لأن تكون هناك حروب بسبب الصناعات العسكرية والتطور العسكري. أعتقد أيضا السياسات الحقيقية التي قد انتهجت في الصعيد الدولي، أعتقد بأن واشنطن تدعو إلى أفكار ومفاهيم ليبرالية وديمقراطية مقابل الاستبداد ونظم الاستبدادية. هذه هي السياسة، هذه هي الحجة التي تستخدمها لقمع الآخرين وللضغط على الآخرين للحفاظ على الوضع السيادي على العالم، وأيضا التفوق الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي. لا أعتقد أن ستكون هناك محاولات لتدريس الديمقراطية للصين. الأمر يختلف تماما، بل هي مجرد مصالح. طيب دكتور تشارلز، ماذا لو وضعت الصين وأمريكا يدهما بيد بعض؟ هل بداية هل هذا سيناريو مطروح في هذه الفترة؟ وإذا ما تم تحقيق هذا السيناريو، كيف سيكون شكل العالم؟ هل ستقل الصراعات والحروب، أم أننا سنشهد نوع آخر من الصراعات وقوى أخرى تنشأ وأخرى تندثر؟ أعتقد أننا في عالم ستكون الصين والولايات المتحدة القوى الأكبر والأكثر تأثيراً على الأرض، وأعتقد أن الأيديولوجية هي لها مهمة كأهمية الجيوسياسية. الأيديولوجية كما أشار ديمتري والدكتور جون بأن الولايات المتحدة ليس لديها توازن لتحقيق الأفضل للعالم، أن يكون هناك حرية وديمقراطية ورفاهة. الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء، ربما يقول البعض. هذه الأخطاء هي التدخل في العراق وأفغانستان وليبيا وسوريا لفرض الديمقراطية، نعم، ولكن هذا لا يقود المشروع الأمريكي لنشر الديمقراطية. أيضا البعض في مختلف أنحاء العالم يودون أن ينتقلوا للعيش في الولايات المتحدة، وليس الصين وليس روسيا، لأنهم يريدون العيش في بلد يتسم بالحرية. في الولايات المتحدة يستطيعون التخلي عن اختلافاتهم والاتفاق على قواعد ونظم جديدة يمكن أن تخدم الاستقرار الجيوسياسي. أنا أقلق من أننا ربما نكون في منحنى منخفض، التوترات تتزايد. تايوان نقطة إنذار مهمة، ولكن علينا أن نعود إلى ما بدأنا. الاقتصاد يحقق فارق هنا. الصين تظهر كقوة اقتصادية. الصين تحتاج إلى تايوان وشبه الموصلات والتجارة الدولية. في الوقت الحالي هناك حذر في بكين، وهناك أيضا في الولايات المتحدة حذر للبحث عن رؤية مشتركة للحوكمة العالمية. غزو روسيا لأوكرانيا لا يساعد في هذا الاتجاه، لأن هذا يزيد التوترات عالميا ويزيد آفاق وجود شراكة قوية بين روسيا والصين، مما قد ينتهي بأمور تتعارض مع الديمقراطية والليبرالية في مختلف أنحاء العالم. سيد ديمتري، سأعود إلى نقطة كنت قد ذكرتها في معرض حديثك. قلت بأنه من تأثر بشكل أكبر اليوم هو الغرب، الروبل لم يتأثر وما إلى ذلك. نحن نعرف بأنه التجارة تعزز الأداء الاقتصادي للدولة، وبالتالي الأداء الاقتصادي من شأنها أن يزيد من قوة الدعم العسكري أو من القوة العسكرية للدول. اليوم على المدى الطويل إذا ما حدث هناك تأثر في الاقتصاد الروسي، هل ستتأثر الصناعات العسكرية الروسية؟ هل ستتأثر القوة العسكرية الروسية؟
من الغريب أن فك الارتباط مع الاقتصادات الغربية والاتحاد الأوروبي لا يؤثر على القوى العسكرية الروسية، خاصة وأن الغرب لم يكن هناك أي أسواق عسكرية أو تعاون دفاعي، ومن ثم ليس هناك الكثير لخسارته في هذا النطاق. ولكن هناك مواد خام، هناك شرائح وأشباه موصلات تأتي من الغرب لروسيا. دعيني أذكرك بأن الاتحاد السوفيتي أيضا كان معزول عن الغرب، ومع ذلك قام ببناء دفاعات قوية واقتصاد قوي، والاتحاد السوفيتي وروسيا لديهم أسلحة تباع لكل أنحاء العالم بنفس الكميات التي تباع بها الأسلحة الأمريكية والبريطانية، ولديهم سمعة جيدة. شبه الموصلات ليست مشكلة، كان هناك تعاون مع الصين في البداية، والآن روسيا تبذل جهود لأن تستقل في صناعة شبه الموصلات. هذه أمور فنية يمكن حلها، ولكن الأيديولوجية السياسية روسيا والصين لن يقوم بإساءة للولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، لا يبادران بذلك أبدا. دعوني أذكركم بأن وزير الخارجية في عهد ترامب كيف أهان الصين وروسيا، خاصة الصين، بدون أي سبب لهذا. لم يكن هناك أي أسباب اقتصادية أو سياسية، كانت قوى شر واضحة، مواجهة أيديولوجية واضحة. ومن ثم في المستقبل أعتقد أنك إذا طرحت علي سؤال من سيفوز في هذه المنافسة، يمكنني أن أجيب بأن الدول المسؤولة والمتوازنة كروسيا والصين، والتي ربما لا تكون ديمقراطية كدول الغرب والدول الليبرالية، ومع ذلك فهي دول جيدة يمكن أن تفوز في هذه المنافسة، لأن ليس لديهم القسوة وليس لديهم العمى الذي يحجب عنهم الرؤية. من المستحيل أن نتخيل الرئيس نيكسون أو المستشار برانت يتصرفون مثل بامبل أو الرئيس ماكرون في الوقت الحالي، الذي يقول كلمات جيدة للرئيس بوتين ثم يتحدث بشكل سيء في اليوم التالي عن روسيا. نعم، وضحت فكرتك سيد ديمتري. سؤالي الأخير في هذه الفقرة لدكتور جون. دكتور جون، بلد مثل الصين يعتمد على التجارة، على الأسواق الخارجية في نمو الدولة واقتصاد الدولة. إذا ما استشعر خطراً بسبب العقوبات الغربية عليها، هل يتجه إلى سياسة أكثر صرامة وعدائية للمحافظة على طرق التجارة، لحماية طرق التجارة وضمان توريد المواد الخام، أم أنه سيلجأ إلى الهدنة، إلى اللغة الدبلوماسية الناعمة مع الغرب؟ بادئ بدء، دعيني أقول بأن الصين إطلاقاً لن تقوم بأي مقايضات بشأن مصالحها الوطنية أو التخلي عن سلامة أراضيها من أجل التجارة. المصالح الاقتصادية يمكن التخلي عنها إذا ما أثيرت قضايا متعلقة بالأمن الوطني. أيضا إن الصين تعتمد على تجارتها مع الغرب، ويمكن القول أيضا بالعكس بأن باقي دول العالم أيضا يعتمدون على الصين في التجارة. التجارة مسار في اتجاهين. الصين ليس من مصلحتها أن تعمل على توسيع قدراتها لحماية مصالحها ولحماية مصالحها الوطنية داخليا وخارجيا في مختلف أنحاء العالم. الصين من الدول التجارية الكبرى، ثاني أكبر مستثمر
في العالم ككل، وبالتالي الصين تؤثر بشكل كبير على 15 أو 20% من حجم التجارة عالميا، وبالتالي هذا لا يحدث من قبل دولة ليس لديها الأصول والقدرات لحماية هذه التجارة. الإمبراطورية البريطانية كانت تعمل من قبل على مر العصور لحماية مصالحها. الولايات المتحدة لديها شبكة 800 قاعدة عسكرية في مختلف أنحاء العالم لحماية مصالحها، وبالتالي السيدة ستيفاني عندما تحدثت عن القوات المسلحة الصينية وآليات المضي قدما في هذا الإطار وطبيعة التوترات والحفاظ على المصالح الصينية في الخارج وفي الداخل. شكرا لك دكتور جون جونغ، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة الاقتصاد الدولية، كنت معنا من شنغهاي. أتوجه بالشكر لضيفنا من واشنطن دكتور تشارلز كابشان، مدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي الأمريكي سابقا، ومن موسكو الشكر موصول لديمتري بابيتش الخبير في الشؤون الاستراتيجية الروسية، وأدعوك سيد ديمتري للبقاء معنا. نناقش أيضا في مدار الغد حرمان روسيا من التكنولوجيا، هل يمكن أن يضعفها كما حدث مع الاتحاد السوفيتي؟ مرة أخرى مرحبا بكم في مدار الغد. بعد الغزو الروسي لأوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على موسكو، لكن تبقى ضوابط تصدير التكنولوجيا هي محاولة الغرب الأخيرة لاحتواء روسيا. فقد فرضت الولايات المتحدة و37 دولة أخرى نظاما جديدا ومعقدا للرقابة على الصادرات التكنولوجية ضد روسيا. تقيد هذه الضوابط بشدة تصدير التقنيات الاستراتيجية بما في ذلك أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة ومعدات الملاحة ومكونات الطائرات إلى روسيا، وهي القيود التي ساعدت في السابق في عزل الاتحاد السوفيتي واحتوائه بل وهزيمته. فهل يمكن أن يتكرر هذا الأمر مع روسيا؟ نتابع. أرحب بضيفي من واشنطن مايكل سكستون، مستشار برنامج الأمن القومي وخبير الذكاء الاصطناعي، وأجدد الترحيب بضيفي من موسكو ديمتري بابيتش الخبير في الشؤون الاستراتيجية الروسية. مرحبا بكما على شاشة الغدوة. أبدأ معك سيد ديمتري، حرمان روسيا من التكنولوجيا الغربية هل يؤدي بها أو يودي بها إلى سيناريو يشابه سيناريو الاتحاد السوفيتي؟ هذه مشكلة الغرب، لا يزالون يعتقدون بأنهم يحاربون الاتحاد السوفيتي السابق وأن روسيا لم تتغير وأن بوتين هو نفس الدكتاتور كستالين. هم يعتقدون بكل هذه الأمور وأن روسيا لم تتغير، خاصة فيما يتعلق بصادرات النفط والغاز. هذه معلومات قديمة، هؤلاء الناس أسرى هذه الأيديولوجية. الفارق بين روسيا الحديثة والاتحاد السوفيتي كبير.
أعتقد أن الاتحاد السوفيتي كان قد يتعثر بهذه العقوبات التي فرضت على روسيا، لكن دعيني أضرب لك مثالا، والمؤرخون يمكن أن يؤكدوا، الرئيس ريغان فرض عقوبات كبيرة على الواردات من الاتحاد السوفيتي في 81، لم يسمح للمزارعين الأمريكيين أن يقوموا بتصدير الحبوب إلى الاتحاد السوفيتي في عام 81، وروسيا حصلت عليها من كندا وأستراليا. والآن بالطبع لم يعد ذلك ممكنا. الآن إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبة، كندا وأستراليا سوف تتبع نفس الخريطة 100%، لأن العالم الغربي أصبح أكثر وحدة استبداديا لسوء الحظ. كما ترون الروبل مستقر، الحياة في روسيا لم تتغير كثيرا منذ فبراير. سؤالي لم يكن عن الروبل وعن الاقتصاد سيد ديمتري، كان سؤالي عن التكنولوجيا، خصوصا أن جوزيب بوريل في أحد تصريحاته تحدث بأن الطائرات الروسية، عفوا الدبابات الروسية التي صدرت في أوكرانيا أو التي وجدت في أوكرانيا كانت تحتوي على أشباه موصلات أو على شرائح غربية الصنع. أنتقل إلى سيد مايكل. سيد مايكل، ما رأيك بما قاله سيد ديمتري؟ قال بأن بوتين ليس ستالين، بأن موسكو ليست الاتحاد السوفيتي، بأن حسابات الغرب قديمة جدا في هذا الصدد، هل تتفق معه؟ أعتقد أنه محق في فيما يتعلق بمسار أن الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي أكثر وحدة سياسيا ضد روسيا. الفارق هو أن الحبوب وشبه المواصلات نوعان مختلفان من المنتجات. المصدرون لهذه المنتجات تايوان والصين لشبه المواصلات تحديدا. حتى لو الولايات المتحدة أو تايوان تريد فرض عقوبات على روسيا لحظر تجارة شبه المواصلات، من غير المحتمل على ما أعتقد أن تقوم الصين بوقف هذه الإمدادات. لذلك أعتقد أن هذه الفكرة ربما تزيد من تكلفة هذا العمل التجاري مع روسيا، ولكن ليس بالضرورة أن يتوقف بالطريقة التي تسعى بها الولايات المتحدة لوقف مثل هذه الإمدادات كما حدث من قبل مع الاتحاد السوفيتي. طيب سيد ديمتري، ما هي خيارات روسيا اليوم؟ وهل يمكن للصين والهند تعويض روسيا وإمدادها بالتقنيات التي تحتاجها؟ أم أن روسيا قادرة اليوم على الاكتفاء والاستغناء عن الاقتصاد العالمي، عن التكنولوجيا العالمية، عن كل شيء؟ يعني هي قادرة اليوم على الوقوف لدعم نفسها بنفسها؟ أتفق مع سيد مايكل فيما قاله، وأعلق على ذلك بأن بشكل أساسي من الصعب أن يتم عقوبة روسيا خارجيا. روسيا يمكن أن تدمر نفسها من الداخل كما دمر الاتحاد السوفيتي نفسه في ظل غياب اقتصاد السوق. هذا هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى تلاشي الاتحاد السوفيتي، وهذا كان خطأ. الصين صححت هذا الخطأ ولديها اقتصاد السوق، وأيضا كانت قد دفعت ثمنا لذلك والاشتراكية. شبه المواصلات سواء من الولايات المتحدة أو من أماكن أخرى يمكن الحصول عليها، ليس بالضرورة مباشرة من الصين. نعرف أن الشركات الصينية تقع تحت عقوبات غير مباشرة من قبل الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تشاهد الشركات الصينية تحاول أن
تمنع من التصدير لروسيا. وهناك عاملان مهمان في هذه الجزئية. إذا ما واصلت الولايات المتحدة أداءها ضد روسيا بهذه الطريقة كتلك الزيارة التي قامت بها السيدة بيلوسي إلى تايوان، فإن الصين ربما تقترب أكثر وأكثر إلى روسيا فيما يتعلق بالدفاعات العسكرية تحديدا. هذا هو العامل الأول، العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. العامل الثاني هو بلداننا إلى جانب الصين. الهند لديها دفاعات ولديها أيضا تكنولوجيا الغرب. روسيا أيضا لديها تعاون عسكري جيد مع الهند. دول أخرى كبيرة كتلك البرازيل وجنوب أفريقيا هم إلى جانب روسيا في الوقت الحالي، وبالتالي يمكن الحصول منهم على مثل هذه المنتجات. بالتأكيد نحن لن نرى. سيد مايكل، وضحت فكرتك سيد ديمتري، فقط كي وزع الوقت. سيد مايكل، برأيك اليوم هل يمكن لروسيا فعلا الاعتماد على الصين والهند في التقنيات الحديثة بعد القيود التي فرضت من الغرب على تصدير التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لموسكو؟ نعم، أعتقد ذلك. الاعتماد على الصين محتمل من قبل روسيا. الهند أيضا على مدار عقود لم تكن تريد أن تميل إلى إحدى طرفين الولايات المتحدة وروسيا، والصين تبرز كقوة كبرى في العالم تنافس مع الولايات المتحدة، فبالتالي هي ليس في وضعية لأن تكون أقوى مع الولايات المتحدة وأن تعارض روسيا والغزو الروسي لأوكرانيا. أعتقد أن الصين كما هو الحال بالنسبة للهند لا تريدان أن تقع في هذه الوضعية وأن تظل في وضع حيادي، مما يعني بأنه سيكون هناك فجوة. شكرا جزيلا لك من واشنطن سيد مايكل ساكسون، مستشار برنامج الأمن القومي وخبير الذكاء الاصطناعي. الشكر أيضا لديمتري بابيتشال، خبير في الشؤون الاستراتيجية الروسية، كنت معنا من موسكو، شكرا لكما. الشكر لكم أيضا مشاهدينا. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من مدار الغد، وتابعتم فيها اقتصاديات الدول الكبرى. هل التجارة تزيد من فرصة نشوب صراع عسكري أم تقلل منها؟ حرمان روسيا من التكنولوجيا، هل يمكن أن يضعفها كما حدث مع الاتحاد السوفيتي؟ نهاية حلقة اليوم من مدار الغد، إلى اللقاء.